كلكم استمتعتوا بلعب فوتبول بالسيارات مع لعبة روكت ليج، وب 26 ابريل حينضاف طور جديد مجاني بعنوان هوبس بزيد رياضة جديدة على اللعبة وهي كرة السلة. مين منكم حيصير ستيف كوري ومين منكم بفضل يضلوا ميسي؟ خبرونا بالتعليقات. هلا خلينا نبلش هالاسبوع من اي جي ان ويكلي فيكس. سوني أعلنت عن إعجابها مرة تانية لسلسلة أفلام ماتريكس. صدر تقرير جديد بيقول إنه الاسم الداخلي لبلاي ستيشن 4.5 هو بلاي ستيشن نيو. التقرير كمان بيسلط الضوء على مواصفات بلاي ستيشن نيو، الأهم منها محرك رسومات أقوى ودعم لدقة 4K. هذا ما بيعني إنه الألعاب اللي حتصدر حصرياً على جهاز نيو، بس إنه ملكين الجهاز الجديد حيقدروا يختبروا جودة رسومات أحسن وسرعة إطارات أحسن. نحن عملنا التابلت مقارنة بين بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن نيو وفيكم تشوفوها بالرابط بالأسفل. ذكركم مرة تانية إنه مع إنه الإشاعات قوية كتير، سوني بعدها ما أكدت ولا نفت شيء من هذا الحديث. هلا في عندي سؤال لألكن، بتكون الحبة الزرقاء ولا الحبة الحمراء؟ عم نزح ما مع شيء هون. بس في خبر مفاجئ تاني من سوني إنه ممكن ما نشوف بلاي ستيشن 5 بالمستقبل. بحديث بين مخترع Oddworld لورن لانينج ورئيس بلاي ستيشن شوهي يوشيدا، كان لانينج عم يسأل يوشيدا عن مظهر بلاي ستيشن 5 ورد على يوشيدا قصدك هل في بلاي ستيشن 5؟ سأله لانينج إذا مستعد يأكد شو قال ورد عليه إنه نعم ممكن ما يعملوا على بلاي ستيشن 5. هالحديث ممكن يأكد صحية الإشاعات عن نسخة بلاي ستيشن 4 مطورة، وممكن بالمستقبل نصير نحصل على نسخات جديدة معدلة بفترات زمنية أقصر. طبعاً هالحديث كلياته غريب كتير وبعدني ما بعرف شو حس عنه، بس أبداً ما بدي نوصل لمرحلة من الزمن إنه يصيروا ينصروا جهاز جديد كل سنة مطور بس شوي عن اللي قبله مثل ما عم بيصير هلأ بالهواتف الذكية. خبروني أنتو شو رأيكم بالتعليقات. هلا من بلاي ستيشن ننتقل لاكس بوكس ومنودع جهاز الاكس بوكس 360. بمقال على اكس بوكس بلوج اعلن رئيس الشركه فيل سبنسر انه حيوقفوا اصدار اجهزه اكس بوكس 360 جديده. قال سبنسر جهاز الاكس بوكس 360 بيعني اشياء كتير للعديد من الاشخاص بمايكروسوفت، ورغم انه كان جهاز ناجح صارت حقيقه انتاج جهاز لاكثر من 10 سنين صعبه. نحن منودع جهاز الاكس بوكس 360 ونذكره بالخير. طبعا بعد فيكم تحصلوا على اجهزه من المنتج المتوفر بالسوق حاليا، بس من بعدها بنقول له باي باي. بعدهم هلا استوديو ريميدي صادرين لعبتهم الجديده كوانتم بريك، بس شكل الفريق في عنده مشروع تاني قيد التطوير. حسب موقع لينكد ان، احد اعضاء الاستوديو ميكو روتالاتي صار له عم بيكتب السيناريو من 3 اشهر، والمطور الرئيسي كايل راولي صار له عم يعمل على المشروع الجديد ل 9 اشهر. بعد ما في عنا تفاصيل عن المشروع، بس في كتير 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 أدلة بتقول إنه ممكن يكون جزء تاني للعبة الرعب ألان ويك. إذا أنتم متحمسين لتسافروا للمستقبل البعيد مع لعبة هورايزن زيرو دون، ممكن تنتظروا شوي أكتر. حسب المسرب الشهير شينوبي 602 حتتأجل اللعبة لأوائل 2017، ممكن هذا الشيء يكون من وراء البلاي ستيشن نيو. هلا أصلنا لفكرة التوب 10. عنا بالمرتبة العاشرة Eye in the Sky، بالمرتبة التاسعة God's Not Dead 2، بالمرتبة الثامنة Miracles from Heaven، بالمرتبة السابعة My Big Fat Greek Wedding 2، بالمرتبة السادسة Criminal، بالمرتبة الخامسة Zootopia، بالمرتبة الرابعة Batman vs Superman Dawn of Justice، بالمرتبة الثالثة The Boss، بالمرتبة الثانية Barbershop The Next Cut، وبالمرتبة الأولى في عنا The Jungle Book. هلا وصلنا لفكرة أفضل تعليق هالأسبوع. أفضل تعليق إجا من تاج سيد أحمد يلي بيتوقع إنه Uncharted 5 ما حتكون من تطوير Naughty Dog بس من تطوير استوديو تاني. أنا بقول إنه يمكن ما نشوف Uncharted 5 أبداً، وبتخيل إنه Uncharted 4 حتختم السلسلة اللي جاية لهلا، بس خبرونا أنتم شو رأيكم بالتعليقات. هذا كان كل شيء لهالأسبوع، كنت معكم نرسل. تذكروا على طول فيكم تحضروا IGN Weekly Fix على قناة اليوتيوب أو على الموقع، وبشوفكم الأسبوع الجاي.